ضيفنا في حصتنا اليوم هو مسير تقريبا كنا نحكيه حتى في الكواليس، خدم 30 سنة في واحد من أعرق الفرق التونسية، واحد من أكبر الفرق في تونس، ترجي رياضي تونس، 30 عام تقريبا إذا كان دخلتوا في صفحتنا في فيسبوك راكم عرفتوا بطريعة ضيفنا اليوم، عدد الألقاب، النجاحات، التتويجات، وأيضا لما لا حتى بعض الخيبات كما كل مسؤول أكيد وفق في حاجات وما نجحش في حاجات أخرى. اليوم ضيفنا بدين التلمساني تقريبا خبرة كبيرة موجود معنا في البلاتو. سي بدين أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إكسبريس إف إم. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ الحمد لله. فقط تقرب لي شوية الميكرو ظهر لي ماهوش مكذوب به. أول سؤال يجي لذهن أي حد، علاش بعيد اليوم على الترجي، بعيد على الكورة شوية؟ تقريبا المسؤولين اللي فيه تقريبا في خبرتك أنت نحتاجوهم اليوم في كرتنا ولا؟ مو بعيد باعتبار اللي كل واحد يجيب حجر الذي فيه نتاع ترجي. أنا توا كما كنت تقول سيادتك معناها توا 30 سنة عملت اللي عليا، اجتهدت، أصبت في بعض الأحيان ويمكن لم أصب في بعض الأحيان، الحمد لله. معناها كانت إجمالا المسيرة موفقة بشهادة الناس الكل، الحمد لله. نخلي توا الناس أخرين واسمعوا الترجي، هي معناها ماكينة يتداولوا عليها مسؤولين بدأت من قديم الزمان، والحمد لله توا هاي بأيادي آمنة وعلى رئاسة سي حمدي المدب. في الأغلب تعتبر روحك أخفقت ولا نجحت في مهمتك؟ والله إجمالا الحمد لله راضي معناها. أي باهي تخرج منها في العودة وإلا صاي بعدت بعدت؟ لا كحو أنا قريب من ترجي، هي عائلتي، ما عندي حتى مزية، أنا معانا فهمتني، وحمدي حبيبي وقريب معناها وديما معناها باتصال معاه. فما تواصل بيناتكم اليوم؟ اي بطبيعه الحال ما عندنا حتى شيء اللي هو، وكل مره كلفني بمهمه قمت بها. اخر مهمه كلفك بها شنو؟ وقت الليجان عملت عام مع الليجان. نسخايب دوتي تبع بعد نجيو هالليجان. باهي خلينا نرجعك بك شويه للتاريخ، نحيو تنشطوا شويه الذاكره، كيفاش دخلت للتسجيل في الترجي؟ والله بديت كما كنت نقول لك تو مدة 35 سنة كرئيس فرع السباحة في الترجي الرياضي. كانت عندنا في فترة سليم شيبوب. في فترة سليم شيبوب تتفكر عام قديش؟ أول التسعينات هكاك باهي نقول أول التسعينات، نسيت طلت بك المدة بلا مو. باهي ثم كنت قريب لسليم شيبوب، ربي يفرج عليه ونحييه من المنبر هذا. قعدت نعاون فيه في بعض الحاجات بدون ان عندي حقيبه ولا بدون ما عندي مسؤوليه قاره، كنت في بعض ديما معناها في الحديقه وكنت نعاونه برشا وعملت اللي عليا والحمد لله في بعض الانتدابات في بعض الحاجات اللي كان يعطيني معناها باش نقوم بها. دوسيات الانتدابات كنت تلها بهم انت؟ ثم حاجات معناها كنت نعرف برشا مسؤولين كيما دوسي مراد المالكي، كنت معناها نعرف رئيس الجمعيه وقتها ونائبه، معناها مشيت لهم وقلت لهم باش انتدبنا مراد المالكي وجديب عزي وغيره. الباساج من شيبوب لعزيز زهير كان صعيب في ترجي بعد السنين اللي قضاهم شيبوب؟ لا كان باساج عادي، هو معناها الفريق اللي شد بعد سليم شيبوب بإعاز من سليم شيبوب بنفسه، معناها هو اللي اقترح معناها باش يكون رئيس الجمعيه عزيز زهير ونائبه. سليم شيبوب اقترح باش يكون عزيز زهير رئيس الجمعيه؟ اي ونائبه معناها نبيل الشايبي، وحتى الفريق الكل اللي شد إدارة الترجي كان باقتراح من عنده هو. علاش ما يتقال ديما كلام اللي شيبوب ما حبش عزيز ينجح في الوقت هذاك، وحتى تقال كان فما خلافات بيناتهم الزوز؟ يصعب عليا باش نصدق كلام كي من هكا، وهذا كلام مردود على الناس اللي راهو جدته. لكن كيفاش معناها سليم شيبوب بعد كل مسيرة وبعد نجاحات وسليم شيبوب ولد الترجي معروف علاقتهم ما يشبه برشا في الوقت هذاك خاصة. شكون وشكون؟ عزيز زهير وسليم شيبوب. لا شوف ثم حاجات ساعات بقطع النظر على سليم شيبوب، ثم ناس يجيوا يحبوا يفرضوا على رئيس الجمعية حاجات
اللي هو مش مقتنع بها. ما نقصدش في سليم شيبوب. لكن يلزم سليم شيبوب يلزم الرئيس الجمعيه هو اللي ياخذ القرار النهائي، خاطر هو يتحمل المسؤوليه في النجاح او في الاخفاق. علاش حكيت لي الحكايه هذه؟ شكون في شكون تقصد بالضبط معناها؟ مش حتى حد، برشا ناس يحبوا يتداخلوا معناها. شوف احنا ساعات معناها نخلطوا ما بين المحب والمسير والرئيس الجمعي. يلزم المحب عنده مهمه وانه يشجع الفريق ويساند الهيئه المديره نتاعه، وما يلزموش يتداخل في كيما رئيس الجمعيه ما يتدخلش في امور التقنيه نتاع الفريق. ثم ممرن، لان كان مش ندخل انا نقول معنا نقول مسؤول داخل في التكنيك نتاع اللاعبين اللي يلعبوا في الفريق، وقت ما عادش تنجم تحاسبوا انت على النتائج باعتبار اللي انت هو اللي اقترحت عليه بعض الحاجات. نفهم من كلامك معناها فما شكون حب يتداخل في علي الزهير في الوقت هذاك معناها؟ برشا ناس يحبوا يتداخلوا باعتبار اللي يقول لك انا عندي فكره خير وكذا كل شيء، لكن هو ما معناه هو عزيز زهير ما حبش معناه هو انه حد يتدخل له معناه، خاطر هو باش يهز الفاتوره من بعد الاخر، فهمتني؟ والحمد لله وفقوا ربي وهز الثنائي فك العهد هذاك، ومع ان ما نقولوا ما نزيدوا. قلت لي حكيت على الدوسي اللي وافقت فيه مراد المالكي، نجم نقولوا فما دوسي نتاع لاعب كان مهم برشا باش يجي للترجي وقتها، كان في فرايبور في المانيا، فهمت؟ اكيد نحكي على امير العكروت. شنو صار في الدوسي هذاك؟ امير العكروت صحيح تحدثت معه انا شخصيا، لكني في الاثناء كانوا عندنا عده مهاجمين اخرين. كي حكيت معاه انا شخصيا ما كنتش مقتنع بامير العكروت، وامير العكروت مشى وقت النادي الافريقي. على حكيت معاه مال؟ حكيت معاه باش نشوف شنو هي معناها مؤهلاته، شنو اللي طالب، شنو اللي بين الموضوع. ماكش مقتنع به فنيا والا في فلوس طلب برشا شنو بالضبط؟ والله بصفه عامه هو مش فنيا هو قيمه ثابته امير العكروت، ويظل لي عمل له ان باساج معناها في النادي الافريقي محترم، فهمتني؟ انا اعطيت معناه راي رئيس الجمعيه، وهو في الاخر اخذ القرار نتاعو. معناتها طلب منك باش تفاوض مع امير العكروت، انت قلت له تفاوضت معاه؟ شو برشا عده لعيبه هنا، امير العكروت وزهير الضوادي، برشا لعيبين انا تفاوضت معاهم. اي علاش ما تموش معناها صفقات من نوع هذا؟ كما قلت لك امير العكروت ما كنتش مقتنع، زهير الضوادي في وقت من الاوقات صحيح كنت تقابلت معاه هو وتقابلنا في سوسه، ما حبيتش نمشي للقروان خاطر قاعد هذاك اقل عيني يعرف فوالا. جا هو خالو في الفرقنطاوي وتقابلنا وحكينا، لكن في الاثناء كان عندي اتصال ببوشروان. باهي خليت الزوز محلولين مشيت وقتها للدار البيضاء و باش حضرت مقابله المغرب ضد يظهر لي اكيب افريقيه، يظهر لي كان ساوث افريك ولا حاجه كيما هكا. الحق تاع ربي اقتنعت بوشروان وسالت عليه ولقيته هو، حكيت معاه جا للوتيل، فضلته على الزواج، جا للوتيل اللي احنا انا فيه وقتها، لقيته معناه هي ريبون تو لي كريتير معناها اقتنعت به. الزوادي وقتها كان يحب يجي للترجي وقتها؟ ايه انا من الحد من الاول بكل المحادثه بتاعنا كانت مع زهير الزوادي. اي هو كان يرغب معناتها في الترجي، ما حبتش اختارت بوشروان هكا؟ مش ما حبتش، مش ما حبتش، احنا فضلنا معناه بوشروان، كنا معناها ثقنا ببوشروان ويظهر لي معناها الناس الكل شافت معناها القيمه بتاع بوشروان وعمل المسيره باهيه مع الترجي. هو اختيار وما تنجمش هكاك، يمكن ساعات الاختيار نتاعك يكون صعب ساعات لا. نرجع بك للعكروت مسيرتش، هل صحيح ان وقتها فما شكون مسؤول كبير في الافريق ظهر لي حمادي بوصبيع هو كلم حمد المد قالوا خليهن يثم شويه من الحكايه؟ هي شنو شوي فما ما فهمتش شويه كيفاش شوي؟ شوف هي علاقتنا مع سي حمادي بوصبيع راهو علاقه ممتازه للغايه. وكلمني وقتها سي حمادي
قال لي راهو هكا وهكا وكان باش تاخذوه مبروك عليكم كان من هذا كل شيء خلينا ناخذوها احنا خاطر ما تعرف اللاعبين يتزايدوا يقول يمشيو مسؤول يفاوضهم يقول راهو ترجي اعطوني اعطاني كذا حب يسال اسكو صحيح ولا نعرفها هذه معمول بها هذه الشيء هذا معمول به باش تراعوا سوموا تراعوا سوموا انا قاعد كل شيء مشيت وقتها انا رئيس الجمعيه قلت اسمع انا عندنا بديل